هل تحمل الأشرطة معك؟ الركاب الذاهبون إلى بانكوك وهونغ كونغ ومانيلا، أرجو أن تذهبوا إلى البوابة رقم 5. حسنا، هذه هي القصة. نحن في مطار بيجين وسنغادر بعد ساعة إلى بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية، آخر دولة ديكتاتورية شيوعية عظيمة في العالم. ألعب دورا هنا لأنه لا يمكنني الذهاب كصحفي بل كسياحي، لذا أنا الممثل دييغو، ويوجد خلف الكاميرا جيل وهو وكيل عقارات. أخذنا في هذه المرة معدات هواء، كاميرا صغيرة، لنذهب للسياحة وللكذب وللتصوير. نموذج الدخول الذي أعطونا إياه في الطائرة يمنع حمل الأسلحة أو المواد المتفجرة، وكذلك أجهزة تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية أو الهواتف الخلوية، ولا يمكنك إحضار الصحف إلى الدولة. هذا جنون. في بيونغ يانغ ما تراه ليس دائما ما تحصل عليه. خلف هذه الابتسامات يحتفل نظام حكم كوريا الشمالية بستين سنة من الحكم الدكتاتوري، لكن بما ان خسائر البعض منافع اخرين منحت التأشيرة لاحضر الاحتفال. هذا مدهش، ان هذه احدى اخر المشاهد الشيوعية التي يمكن ان تراها. تخلصت الصين منها وتخلصت روسيا منها، ولكن نحن الآن في كوريا الشمالية. سيشترك 25,000 مشارك، سيكون جنونيا. الطريقة الوحيدة لزيارة كوريا الشمالية هي مع مرشد سياحي. في الواقع إنه كمشرف سياحي متشدد. تعرفوا على السيد تشان، سيكون مرشدي، وهذا هو السيد تشيه. نسيت ذلك، ولن يدعانا نغيب عن ناظريهما مدة 21 يوما. سيكونان كأمي، تحمي بشكل كبير. إذا ذهبت لآكل فستأتي وتأكل، إذا ذهبت إلى الحمام فستأتي إلى الحمام أيضا، أليس كذلك؟ نعم، كالملاك الحامي. ملاك الحامي. حسنا، هذا رائع، أشعر بالأمان حقا. أهلا بكم في أكبر مدرج ألعاب في العالم، مدرج كيم إيل سونغ. 150,000 مقعد و 25,000 طفل يحملون اللوحات. إنهم يتدربون منذ 6 أشهر لعرض لا مثيل له. هذا يجعل احتفال الأولمبياد كألعاب أطفال. ساعة ونصف من الرقص المنظم بشكل مثالي، أكثر من 100,000 راقص بهدف واحد فقط، يمجدون جدارة وتاريخ النظام الاشتراكي. يذكر كل شيء، قوة الجيش بالطبع، الانتاجية الكبيرة للمزارع التعاونية، ولا ننسى بالتأكيد جمال أطفال كوريا الشمالية.
حسنا، السيد تشان ليس في مزاج الحديث، لكن لحسن حظي يوجد آخرون أكثر حماسا. كان هذا العرض الرسمي. سنحاول الآن رؤية ماذا يحدث بالفعل. لدي حدس أنه لن يبدو جيدا أبدا. لا 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 داعي لأخذ الصور. ما زلت أشعر بالتعب، لكن الجولة بدأت للتو. انقسمت كوريا في سنة 1953 إلى بلدين بعد حرب أهلية قتل فيها أكثر من 2 مليون شخص، وما زال يعيش اليوم قسما كوريا في أيام الحرب الباردة. تقع بين الصين الرأسمالية وكوريا الجنوبية، وهو تحالف الولايات المتحدة الثابت. حكم كوريا الشمالية هو الحكم الشيوعي الوحيد المتبقي في العالم، واليوم تشعر الدولة بوطأة الوحدة، وحدة شديدة. أول توقف في أي جولة جيدة محجوز للرئيس كيم إيل سونغ الذي مات في سنة 1994. إنه في الواقع الرئيس الميت الوحيد في العالم الذي ما زال يرأس. يعتبر هذا الجانب موقعا مقدسا، ليس للشعب الكوري فقط، بل أيضا للأجانب الذين يزورون دولتنا. لهذا السبب اشترينا الأزهار، صحيح؟ هل انتهينا؟ انتهينا. 50 سنة من السلطة المطلقة وشخصية موضع إعجاب تجعل ستالين يبدو كهاون. كيم إيل سونغ هو مؤسس الاشتراكية الكورية. عند موت كيم إيل سونغ تولى ابنه كيم جونغ إيل السيطرة على الحزب. لا يوجد مفر من نظرة الحذر في كوريا الشمالية. إنهم ممجدون في كل مكان ويهتف لهم الجميع. وبخصوص الدعاية، الابن ليس مضطرا للتعلم من أبيه. أهلا بكم في أرض الألعاب لبيونغ يانغ. اليوم ذكرى مولد كيم إيل سونغ الرئيس الميت، لذا تمت دعوة النخبة من العاصمة هنا ليتمتعوا بوقتهم اليوم. هذه التي هناك لا تعمل اليوم، أليس كذلك؟ إنه كبرنامج توايلايت زون. ألم يسبق لك أن رأيت هذا البرنامج؟ نعم، لنجرب القارب، سنذهب معا. كل هؤلاء الأطفال هم أبناء أو أحفاد شهداء الأمة، ماتوا من أجل الحزب، والآن يعامل أطفالهم كأبطال. إنه أمر استثنائي لأني في كوريا الشمالية، ويعيش الجميع بشكل جيد ويستمتعون. لما سمعتكم سيئة جدا؟ لا أفهم هذا، حقا لا أفهم. أعني عندما أخبرت الناس بأني ذاهب إلى كوريا الشمالية، قال الجميع يا إلهي هذا فظيع. إنه بسبب كل الإشاعات التي أطلقتها الولايات المتحدة. إذن هذا خطأ الأمريكيين؟ إن الأمريكيين ضدنا، لا يحبوننا، لذا يعطوننا سمعة سيئة. قضوا على الجمهورية. وبهذا ننهي جولتنا هنا. هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير، لكن أشعر بالدوار. من الأفضل أن نتوقف. إذا هذه هي الحال، يمكن أن تكون الشيوعية ممتعة أيضا. بالطبع هي أقل متعة للناس في سجون الاتحاد السوفيتي، غير ذلك إنها رائعة. علي أن أستمر في الابتسام، ليس لدي خيار.
انظر، هناك قائمة بالأسعار كما أرى. كم يكلف؟ كم يدفع هؤلاء الأطفال ليلعبوا بهذه الألعاب؟ إنها تقريبا مجانية. تقريبا مجانية، لكن ليست مجانية تماما. إنها رخيصة. رخيصة، فهمت. اعتقدت أن الاشتراكية مجانية وأن الجميع متساوون، أليس كذلك؟ تلك شيوعية. تلك شيوعية، فهمت. لكن ما لا أفهمه، كانت من قبل شيوعية وأصبحت الآن اشتراكية، لا أفهم. لا لا. متى تقومون بالتحول؟ بعد النجاح النهائي للاشتراكية سنبدأ ببناء الشيوعية. حسنا، إذن حتى الآن ما زالت اشتراكية. نتقدم إلى النصر النهائي للاشتراكية في الوقت الحاضر. إذن عندما تصبحون شيوعيين سيكون كل شيء مجاني، صحيح؟ حسنا، فهمت. إذن أين سنذهب الآن؟ أهلا بكم في فندق يانكاك دو، فندق 50 نجوم، مما يعني أن كل الغرف فيها أجهزة تنصت، ومبني على جزيرة لتجنب التواصل مع الشعب المحلي. يوجد طابق كامل خال كأني في فيلم The Shining، لكن توجد نشاطات كثيرة للسياح الزائرين. وللناس غير المهتمين بالرياضة يوجد دائما كاريوكي، لكن توجد أغنية فرنسية واحدة لتختارها من بين الأغاني الصينية. نتجول اليوم في العاصمة. كل شيء هنا مهيأ بشكل جيد، المباني والأرصفة والشوارع. لكن في كوريا الشمالية كل ما عليك فعله هو النظر بتمعن. انظروا إلى هذا. عندما تنظر إلى المباني تبدو جميعها جميلة من الخارج، لكن عندما تنظر إلى داخلها في الساحات فهي ليست بذلك الجمال. كل مرة الشيء نفسه، تبدو جميلة من الخارج ولكن الحقيقة ليست جميلة. من الأعلى على أحد هذه الأبراج من الأسهل رؤية العرض المنسق بشكل جميل. بانهيار الاتحاد السوفيتي في سنة 1991 خسرت كوريا الشمالية أكبر داعم مالي لها، لذا خلف واجهة المباني الخادعة المرممة حديثا نجد الأحياء الفقيرة حيث يعيش سكان بيونغ يانغ. قبل 20 سنة صور الفقر هذه لم تتوقع، عندما كانت كوريا الشمالية تعيش الحلم الاشتراكي بفضل ملايين الروبلات من المعونات السوفيتية. الآن في جميع أنحاء المدينة يزرع كل جزء أرض. تحت هذه المباني المتهدمة نحن بعيدون جدا عن العرض المتكلف في استاد كيم إيل سونغ. مصممان على برهان عكس ذلك، أخذني مرشداي إلى جنة المستهلك. لا يمكنك التصوير هنا. غير مسموح لك بالتصوير هنا. ألا يمكننا التصوير في متجر؟ غير مسموح التصوير. لماذا؟ لا يمكنك أن تصور فحسب. ساد الظلام فجأة على المتجر. ليس ليوقفون عن التصوير، إنها فقط إحدى عشرات الانقطاعات للكهرباء التي تحدث في الحياة اليومية في كوريا الشمالية. هذا كما هو واضح متجر لنخبة الناس في الدولة، لأن كل شيء توجد صناعة أمريكية هنا، يمكن أن تجد أي شيء تريده. يبدو أنه لا يمكن لكل كوري الحصول على هذا الطعام. قد لا تكون هناك كهرباء، لكن يوجد كل شيء قد تريد أكله إذا كان لديك المال بالطبع،
ويدفع ثمن كل شيء بالدولار أو اليورو. لا يوجد حظر على الدولارات هنا. عادت الإضاءة. اليوم يوم راحة. لا توجد خطط على جدول الأعمال. أخيرا وحدنا. في الواقع لسنا وحدين تماما. أذكر أنني سمعت البابا جون بول الثاني يقول إن الشيوعية ظالمة واستبدادية. عندما علمت بوجود ثلاث كنائس كاثوليكية في بيونغيانغ لم أستطع مقاومة الذهاب إلى هناك. كان علي أن أرى بنفسي. يبدو أننا تخلصنا من مرشدينا، لم يجرؤا على دخول الكنيسة. لا أعلم من قد يكون كل هؤلاء الكاثوليكيين، لأنه نظريا تمنع الاشتراكية كل الديانات، لكن سأحاول معرفة المزيد عنهم بعد هذا. كان هذا قداسا سريعا، 20 دقيقة فقط. لم يقدموا الخبز المقدس وانتهى بسرعة. لنرى إذا تمكنت من التحدث مع أحد. هل من أحد هنا؟ مرحبا، أريد التحدث معك في الخارج لو سمحت. تبين أنه لا يوجد كاهن رسمي في كوريا الشمالية. أعضاء الحزب هم الذين يقودون المصلين في العبادة. قيل لي دائما ان الديانات غير مسموحة في دولة اشتراكية. امن الصعب كون المرء كاثوليكيا هنا؟ اطلاقا. كون الدولة اشتراكية لا يعني انها تضغط على المؤمنين. مكتوب في دستورنا ان اي شخص حر ليؤمن بالله. تلك دعاية فقط لجعل الناس تعتقد العكس. اذا يمكن ان تكون عضوا في الحزب وكاثوليكيا في الوقت نفسه، ليس كذلك؟ إذا كنت تؤمن بالله تدافع عن الحب والعدل والسلام. في الواقع مجتمعنا مكون من هذه الأشياء، لذا لما نتمرد على الحكومة؟ سيكون ذلك تفكيرا سيئا. إنه العكس تماما. أن تكون مؤمنا يعني أن تكون وطنيا ومحبا لبلدك. لما تصور هنا؟ بسبب. حسنا لنذهب.
لتغيير المنظر اتجهنا إلى الأرياف. إذن كما رأيت لا توجد محطات بنزين في الأرياف، أليس كذلك؟ نعم، أظن أن هذا هو الوضع. إذن أيحضر الناس هنا بنزينهم؟ لا أدري. كما ترون لا يوجد سيارات هنا، ولم أرى أيضا أي محطات بنزين، وملأوا الجالونات من مكان ما قبل مغادرتنا لبيونغ يانغ. يا له من مكان جميل، أنا أستطيع التوقف؟ لا يمكننا التوقف بتاتا، لا يسمح بالتوقف المرتجل، علينا اتباع البرنامج بحذافيره. لكن محطة وقوفنا التالية ليست بعيدة جدا، إنها مباشرة خلف هذه الأسوار، فندق يحرسه جندي من الجيش. أهذا هو فندقنا؟ واو، انظروا إلى هذا المكان، هذا من أحد أنقى التصاميم الشيوعية، إنه تصميم روسي نموذجي بأغطية السرير الخضراء الحريرية والأزهار على الأرض، حتى الستارة هنا، هذا يبدو مثل سوتشي التي كانت مكان ترفيه ستالين، مقر عطلته في روسيا. هذا مدهش حقا. لنذهب لرؤية الحمام. إنه أساسي بعض الشيء، لكن لديهم على الأقل جاكوزي، هذا رائع. حان وقت العشاء، مع أنه لا توجد محطات بنزين هنا، يستعملون بنزينا لإشعال الشواء. بما أنه لا يوجد أحد يشرح ما يحدث، سأقول لكم. لدينا 10 كيلوغرامات من البطلينوس، ويبدو أننا... أين نحن بالضبط؟ في مكان نزهة أم ماذا؟ لا، إنه مكان لنرتاح فيه. نعم، لكنه ليس مكانا للشخص الكوري العادي، لا يأتون إلى هنا. لا يأتون إلى هنا. أيأتي الكوري العادي إلى هنا؟ نعم، إنهم يفعلون. أمكتوب نرحب بالكوري العادي؟ نعم، هذا مكتوب على مكتب الاستقبال. نعم، لكن لا يملك جميع الكوريين اليورو، أليس كذلك؟ بل يملك البعض، لهذا يوجد مكان آخر، توجد مبانٍ أخرى كهذه حيث يمكن أن يذهب الكوري العادي. نعم، لكن ليس بجمال هذا المكان. صحيح. بصحتكم. بصحتكم. طعمه قوي. نعم، قوي لكن جيد. حسنا لنجلس. حسنا لنجلس. هيا نأكل. هذا حقا جيد، لكن طعمه كالبنزين قليلا. أريد أن أسألك كم يدفع الكوري لقاء غرفة هنا؟ 10 يورو. 10 يورو. أريد أن أسألك ما هو معدل الرواتب في كوريا؟ أكثر من 100 يورو في الوقت الحاضر. ماذا؟ متوسط الرواتب هو 100 يورو؟ لكن بعكس الأوروبيين الذين عليهم دفع الضرائب، لا ندفع ضرائب هنا، هذه فائدة أخرى لنظام الحكم. وكم يجني المزارعون الذين نراهم في الخارج؟ أيجنون 100 يورو؟ يعملون، ثم في نهاية السنة يحصلون على المواد الخام أو المواد الغذائية أو الأرز أو الذرة. إذن لا يتقاضون الأجور مالا بل مواد خام. نعم نعم. إذن لا يحصلون على راتب ولا يجني المزارعون أي شيء. أهذه مقابلة أم وجبة طعام؟ لا، إنها وجبة. الصور لريف كوريا نادرة، هي تبدو هكذا.
فعليا لم يتغير شيء في 70 سنة السابقة. ما يزال المزارعون يعملون من دون أسمدة أو جرارات، يحرثون بأيديهم وبعربات تجرها الثيران. تبدو هذه كالعصور الوسطى. في سنة 1999 حلت مصيبة على الدولة، قتلت المجاعة أكثر من 3 ملايين رجل وطفل وامرأة. بفضل تدفق المعونات الخارجية تحسنت الأوضاع قليلا الآن. اختار مرشداي بالطبع أن يرياني الجانب المشرق للزراعة في كوريا الشمالية بقيادتي إلى أكثر المزارع التعاونية تطورا. ولديهم أيضا حدائقهم الخاصة. نعم، هذه أرض العائلة. زار قائدنا العزيز كيم يونغ إل هذا المنزل. هذا هو رب الأسرة. لدي سؤال، كم استغرق من الوقت لتنظف هنا؟ لأني لم أرى مكانا بهذه النظافة من قبل. أيمكنك سؤالهم كم من الوقت تطلب ذلك؟ كانوا يعلمون أننا قادمون، ليس كذلك؟ ألم يعرفوا؟ إذن ربما نزعجهم. إذن هي صدفة. هيا لا تكذب علي، بالطبع كانوا يعرفون. حسنا، لنذهب إلى مكان أكثر متعة. لا داعي لذلك، كل المنازل هنا متشابهة وكلها بالنظافة نفسها. ونتابع جولتنا. اخترت أن أفتح موضوعا حساسا، المجاعة. نجونا بفضل قوة إرادتنا، إرادتنا الحديدية. لا يمكنني أن أصف لك ما مررنا به هنا. ببساطة كان علينا البقاء على قيد الحياة. تلك الإرادة القوية حمتنا من المجاعة. خلال المشي على الرصيف أشعر أن المجاعة تركت آثارا كبيرة. تعبير نادر للغضب في هذا العالم الذي تقل فيه المشاكل. اضطررنا إلى أكل جذور الأرز. لم يوجد أي طعام هنا، لا شيء. كنا نقشر اللحاء من الأشجار وأكلنا الأعشاب. هكذا نجونا من حصار الولايات المتحدة. ضربك ذلك الرجل عندما كنت تصور لأنه اعتقد بأنك أمريكي. في الحقيقة كانتا سنتين من الفيضان وسياسة زراعية عتيقة التي قادت الدولة إلى شفير الهلاك. آخر فكرة لكيم جونغ إل لتطوير الغذاء ل 22 مليون كوري هي النعام. وبالطبع استمتع انا بالتجول في هذه المزرعة التجريبية. طولهما اكثر من 37 سنتيمترا. 37 سنتيمترا؟ يذهب الى الانثى ويصبحان معا. يستمر ذلك 50 ثانية، وهذا وقت طويل بالنسبة الى الطيور. ما يثير الجنون في بلدكم هو أنكم ترقمون كل شيء. أعني أنكم تقيسون كل شيء. اسمح لي بسؤالك عن شيء، بما أننا نتحدث عن الجنس، ألديكم أي مثلية جنسية في كوريا؟ نعم بالطبع لدينا. يوجد مثليون جنسيون، لكن أهو قانوني؟ لا لا لا، ليس قانونيا. المثليون جنسيا ماذا تعني؟ المثلية الجنسية؟ حسنا، هي فهمت عليك. هناك الازدواجيون جنسيا الذين يفضلون النساء والرجال. ماذا؟ نعم، الازدواجيون جنسيا يمكن أن يكون امرأة أو رجل، الذين يقيمون علاقات مع الاثنين الرجال والنساء. إذا كانت امرأة تقيم علاقة مع امرأة أو رجل، وإذا كان رجلا يقيم علاقة مع رجل أو امرأة. لا نعرف حتى تلك الكلمة. لا 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 تعرفون الكلمة.
ماذا عن مرض الإيدز؟ أيوجد أشخاص مصابون بالإيدز هنا؟ لا، لا يوجد مرض الإيدز هنا، يسيطرون عليه بشدة. لكن كيف تسيطرون على ذلك؟ لأن كل دولة في العالم فيها إيدز، كيف تسيطرون عليه؟ نقوم بفحص الدم بنحو صارم ونراقب النساء. أجميع الناس في الدولة مراقبون أم الأشخاص الذين يتواصلون مع الأجانب؟ الجميع مراقب، لكنه جدي أكثر بالنسبة إلينا. على سبيل المثال، نقوم بالفحص مرة كل 3 أشهر، ويفحص الآخرون مرة سنويا. إذن مرة سنويا، إذن لديكم فحوصات مراقبة إيدز إجبارية هنا. وماذا يحدث إذا أصيب أحدهم بالإيدز؟ إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، ماذا يحدث؟ لم يصب أحد بالإيدز حتى الآن، لهذا ليس لدي أي أرقام محددة. حسنا، فهمت. من كان يعرف أن المرأة يتعلم كثيرا من خلال إطعام النعام فقط؟ عدنا إلى المدينة. في كوريا الشمالية يزود الحزب كل شيء، حتى منبه الساعة. لا يعرف أحد أني أصور من نافذة الفندق. الأطفال الثلاثة في الساحة مختلفون عن أي طفل قابلته هنا. هذا ليس لعبا، إنهم يلتقطون الأغصان المتناثرة التي سقطت من الشاحنات، وهو الشيء الوحيد الذي يملكه الكوريون الفقراء للطبخ والتدفئة. بعد بضع دقائق ظهرت مجموعة أخرى. ترتدي هذه المجموعة ملابس نظيفة بدبابيس على صدورهم وألعاب جديدة في أيديهم. يبدو أن أحدا لم يخبرني بأنه في أرض الاشتراكية يوجد أناس أفضل من آخرين. عدت إلى بيونغ يانغ. في الوقت الذي سيبدأ فيه احتفال الحزب الشيوعي، متى سيبدأ؟ الساعة الثامنة. الساعة الثامنة؟ نعم. أترقص؟ نعم. حقا؟ يمكنني الرقص. أيمكنك الرقص؟ إذن أريد أن أسألك سؤالا، هل الجميع في كوريا موحد في حزب واحد؟ أنا أيضا عضو في الحزب. عضو في الحزب؟ لكن الجميع أعضاء في الحزب، ليس كذلك؟ لا. لا؟ النخبة فقط يمكنهم الانضمام إلى الحزب. حقا؟ أيمكن للنخبة الانضمام فقط؟ وكيف تصبح من النخبة؟ كيف تفعل ذلك؟ أولا، على الأشخاص الذين ينضمون إلى الحزب اتباع القوانين. إذن إذا كنت وفيا للحزب تصبح من النخبة. الوفاء للشعب والدولة. كل الفتيات جميلات الليلة، وفاتنات وحاملات لبطاقات عضوية الحزب.
كم عدد الرقصات التي توجد هنا؟ لست متأكدا، 5 إلى 7 رقصات. 5 إلى 7؟ هل الجميع في كوريا يرقص بهذا الشكل؟ نعم نعم. إذن على الجميع الرقص هكذا، أليس كذلك؟ نعم، يبدو أنك فهمت. حسنا، ألم تحاول في حياتك أن ترقص الراب من قبل؟ لا. وروك أند رول؟ لا لا. أتعرف حتى ما هو روك أند رول؟ ورقص الفالس؟ أعتقد أنه لدينا حوالي 4 أشخاص يعرفون كيف يرقصون الفالس، خبراء رقص، يمكنهم رقصها قليلا. أتعلمت كيف ترقص؟ لا أحب الرقص. لا يحب السيد تشير الرقص، لكنه بلا شك يحب الفتيات الجميلات. كأي شيء آخر في الدولة، كل شيء مصمم بشكل مثالي، وبالتأكيد لا مجال للارتجال. في هذه الدولة الجيش هو من يحدد الإيقاع. إنه في كل مكان، إنه صاحب العمل الأساسي في الدولة، والمزود الأساسي، والمشتري الأساسي. وكيم جونغ إيل كأبيه الذي حكم قبله جعل الجيش دعامة حكمه. لكن للحفاظ على جيش يتكون من 1,500,000 جندي تحتاج إلى تهديد مساو لهذا. لذا ذهبنا إلى كي سونغ على حدود كوريا الجنوبية لنتواجه مع العدو الجبار. اقتربنا من المنطقة منزوعة السلاح، الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. والمدهش هو أن سول تبعد 70 كيلومترا، إنها مسافة ساعة بالسيارة. أهلا بكم في المنطقة منزوعة السلاح. مرافق اليوم هو الملازم كيم. التوتر بيننا وبين الأمريكيين ما يزال عاليا هنا. الحرس المرافقون المسلحون نادرون. ماذا؟ أتعني أنه يمكن أن يغزونا في أي وقت؟ لا أظن ذلك. لا، هذا أمر خطير جدا، حتى أن مرافقيك مسلحون اليوم. فهمت، لهذا هنا جنود لحمايتنا، صحيح؟ هذا صحيح. يتواجه على الحدود جيشان يكرهان بعضهما. هنا تقريبا 2,000,000 جندي بما فيهم 40,000 أمريكي مستعدون للمشاركة في النزاع. الحدود بين الكوريتين مغلقة بإحكام، عدا هنا حيث جنود كوريا الجنوبية يقفون على بعد أقل من 10 أمتار من نظرائهم من جنود كوريا الشمالية. كوريا الجنوبية هناك، وهنا كوريا الشمالية. بهذه البساطة، البنايات مقسمة إلى نصفين، ويوجد في النصف الحدود بين الدولتين. يمكن أن ترى جنود كوريا الشمالية أمامنا، وفي خلفهم يوجد جنود كوريا الجنوبية وأمريكيون. وهذا هو الوضع منذ 53، منذ 1953. هذه غرفة لاجتماعات الهدنة. هذه الغرفة لاجتماعات بين الطرفين فقط، وهذا هو خط حدود الجيش هنا. أنا في كوريا الجنوبية، والآن أنا في كوريا الشمالية. التنقل من كوريا الجنوبية إلى الشمالية عبارة عن لعبة، لكن ماذا يعني له هذا الانقسام؟ إن هذا الانقسام أمر مؤلم جدا. هذا الفصل هو سوء حظ كبير لدولتنا، ونحن مصممون على التخلص من هذا الحد في أقرب وقت ممكن. هذه الغرفة هي المكان الوحيد الذي نجتمع فيه.
حتى يحدث السلام تستعد كوريا الشمالية للحرب. تتجمع عائلات كاملة في ميدان الرماية في بيونغ يانغ للرياضة بالطبع، وأيضا للدفاع عن بلدهم. وكلما بدأت وأنت أصغر عمرا زادت فرصتك في إصابة الهدف. دعني أطلق النار أبي. سأبدأ أنا. إذن أيفترض بي قتل تلك الدجاجة؟ أذلك الديك؟ أهذا ديك حقيقي؟ إنه ديك حقيقي. حقا؟ إذن إذا قتلته فيمكنني أن أكلها، ليس كذلك؟ أتعرف أن الديك رمز لفرنسا؟ أتحاول إخباري بشيء يا سيد تشان؟ إنه كوضع صورة لكيم إيل جونغ وجعلي أطلق النار عليه. ألديك حيوان آخر؟ حسنا سأحاول، لكن لا تقلقوا، سأحاول أن أبتعد عن قتل الديك. اليوم هو عيد العمال، ويتجمع العمال في الحدائق العامة في كل أنحاء الدولة، في حدائق كهذه حيث تنظم ألعاب خاصة. يغطون عينيك ويعطونك عصا، وهي كلعبة ضرب الدمية التي بها الحلوى في المكسيك، وعليك أن تضرب إما الأمريكيين أو اليابانيين المؤيدين للإمبريالية. اجمعوا الفرق الآن، امرأتان ورجلان. حسنا، اخترت هدفي وهو على بعد 100 متر، علي الركض. شد عصابة العينين بإحكام. هذا جيد، هذا جيد. انطلقوا عند الإشارة، والآن استعدوا. تشوغيدا تعني حتى الموت باللغة الكورية. ما رأيكن في ذلك؟ ضربة جيدة، حتى أنه ضربه مرتين. مرتين؟ نعم، ضربته مرتين، هذا فعلا صحيح. عندما رأيتموني لأول مرة هل اعتقدتم أني أمريكي؟ يمكنكم إخباري بالحقيقة. تبدو مثل أمريكي. أنا؟ حقا؟ أعني هيا، يوجد فرق، فرق واضح. أنتم في حرب مع أمريكا منذ 50 سنة، أتعتقدن أنها ستنتهي؟ بالطبع ستنتهي في يوم ما، لكن إيجاد الحل يعود لنا. مهما كانت عدد العقبات التي سيضعونها سنعيش بطريقتنا. هذا صحيح، منذ وفاة قائدنا كيم إيل سونغ الحياة صعبة، لكننا سنستمر في القتال، لن نستسلم بسبب مشاكل صغيرة فقط. لا، يجب أن ينهي جيلنا هذا ونتخلص من الأمريكيين. على كل، لن يوقفنا هذا من الاستمتاع اليوم. سررت بلقائكن، شكرا لكن. وبهذا ننهي رحلتنا هنا. كما ترون يعيش الجميع بسعادة إلى الأبد في هذه الدولة كوريا الشمالية. أتمنى أنكم استمتعتم، وسأراكم المرة القادمة في مكان آخر.